إبلا، مملكة سورية قديمة من القرن الثالث قبل الميلاد، اكتشفت بتل مرديخ بإدلب عام 1955. وازت حضارتها حضارتي بلاد الرافدين والفراعنة المعاصرتين إلى، اكتشفت فيها أقدم قصيدة شعرية بتعود للعام 2400 قبل الميلاد، أقدم قاموس لغوي بالعالم للغتين الأكادية والآشورية. مكتبة القصر الملكي كشفت عن لغة محلية خاصة بإبلا. السلطة الدينية والمدنية مفصولتين عن بعضهم بإبلا، وممارسة الملك للسلطة مراقبة من قبل مجلس الآباء الشبيه بالبرلمان. دمرت مرتين على يد الأكاديين ثم الحسيين.